مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نناقش فيها قضية نحو 2000 عامل من عمال ميناء الصداقة الذين تم فصلهم في نهاية سنة 2022، ومنذ تلك الفترة لم يحصلوا على حقوقهم حسب ما يقولون. هؤلاء العمال كانوا ضمن 2500 عامل تم توقيع بروتوكول معهم لضمهم كعمال رسميين في ميناء الصداقة سنة 2019، وتم تنظيم احتفالية بذلك سنة 2021. ثم بعد أن تغيرت إدارة الميناء تم فصل نحو 2000 منهم، أو فتح الباب أمامهم لما يعرف بنظام المغادرة الطوعية. منهم من غادر بشكل طوعي، وبعضهم رفض وبقي دون عمل أو فصل بشكل نهائي حسب ما يقولون. هؤلاء العمال يتظاهرون منذ فترة من وقت لآخر. نود اليوم أن نطلع على قصة هؤلاء العمال، ما حقيقة ما حدث، ما هي مطالبهم، ما هي الإجراءات أو مستقبل هذا الموضوع في ظل من قابلوه من الجهات الرسمية أو من طرحوا عليه قضيتهم، سواء في الجهات الرسمية أو في الجهات النقابية. يسعدنا إذن للتعرف على قصة هؤلاء الحمالة أن يكون معنا سيد لمان والأحمد، وهو منسق العمال المفصولين من ميناء الصداقة. سيد لمان، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. مرحبا. أنا شاكر سيد قناة المرافقين على الاستضافة. مرحبا بكم. مرحبا بكم. خلينا نبدأ من البداية. في عام 2019 تم توقيع محضر، هذا المحضر كان يقضي باعتماد نحو 2500 عامل كعمال رسمي للميناء، بعد أن كانوا 5000 ضمن إجراءات معينة. والله نبدو. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. 2017 خلال التصفية كانت التصفية من 2560 حمال. 2017 وعدل عقبة الصفات من 2500 حمال، عدلت الدم، عدل انقبض منها الدم، رجل القشوش وتخطيط الغلب، واعتمدت 2500 حمال انخلط على الإجراء الطبي انها عمال رسمية، انها سالمة من جميع الأمراض، انها عمال رسمية دائما للميناء، واعتمدت الميناء. أنا ذلك كان في مكتب شغل، وعقب للأسف حلوا الشرايك المعتمدين ذا البروتوكول الموقعين عليهم. عدل الاحتفال في قصر المؤتمرات على ذا البروتوكول يوم 6/3/2019، ووقعوها 3 وزراء وثلاث مسؤولين عن الشرايك، مجدة على قيد الحياة، رجال ومجدة ما شاء الله، مجدة على قيد الحياة، وقعوا على البروتوكول ومعهم النقابات ان في 2500 حمالة عمال رسمية دائما للعمال، وثابت لها الرواتب. على ذلك الأساس من ذاك النهار اعتمدت العمال، اكتتبت العمال، اكتتبت من ذاك المحضر، من ذاك البروتوكول اكتتبت العمال. وتمت اللافم وأنهم الشرايك اللي توالوا تسير يد العامل المنائية، كل شركة عندها سنتين، وعقب يا للأسف ما قد يتحقق. جات سموب وفوتت السنة ومشات، وعقب جو السيدمو وفوت السنة سكرين وفوت السنة وثمت الشر ومشى، وعقب يا للأسف تم الحال بعد أن ينعدوا عليهم البروتوكول وعرفون عظام الحقوق اليد العامل المنائية، خلاه التسير ما قد يسيروا اليد العامل المنائية، خلاوها ضحية وخلاص. عادت تغير نيشات، عين من نيشات الحكومة الجديدة، حكومة محمد الشرف الغزواني، عين على ميناء الصداقة مع سيد أحمد الرئيس، من عين عليه شو الحق قدامه ذي البروتوكول في 2500 حمال إن عمال رسمية دائمة للميناء، وإنها سابقا كانت عمال مفتة، كل شركة عندها 15 رقاش والله 20 رقاش، بعد أن الفرامل قربتها وأخلاها وتعدل بها العمل في بات فيران عليها الكونتينر وتشتغل عليها، والشركة أصلا جات عندها قريمة مليوني، قطعت قريمه مليونين، وعندها شمل الحبال والشباك، وعادت اليوم تصرف المليارات الا من مخاخذ اليد العامل المنائي. فات الليل 12 ساعة تشتغل 24 ساعة على 24 ساعة. لذلك الاساس اني جينا نعينت الحكومة مع السيد احمد الرئيس، قال انه 2500 عمال ما عنده فيها يكون يعدل النظام ثابت، هي كانت تستفاد. هي عمال حق رسمية دائمة ثابتة، ونولي عدل النظام ونظمها في لائحة واحدة كلها على التالف صاحبه، واستفادت من جميع البواخر القادمة على اليد المنائي. كانت ما مستفاده ما هي من باخره واحده، قالها هاي البواخر اللي تجيب السكر، والله ذاك الكور الفم اللي ياكل حاويات اللي يفرقوا في نقره السيارات، اول كان عملها وياسر، وكانوا مستفادين من البواخر لا شمعين خلا يقولوا لها العمال الدائمين اللي هم جوكرات. وعقب بعد نيش هو حق البروتوكول ووقع بصفته دي، احتمد ذيك 2500 عمال رسميه دائما وحاله واحد ما فيها اللي عمال رسميه كامل، وعدل هذاك النظام واستفادت كامله ذيك العمال،
وخلص عنها كنا الكيس مدة 20 سنة، من حصل على سنة تقاعد عنده 20 سنة وخلص عنه الكيس، وحصلنا على كنام القطاع، على كنام القطاع موجودة، حصلنا على كنام القطاع، وحصلنا نحن مصيع عنا السنة وسبعة أشهر قبل من الشارع، حصلنا على تريمس سحبناها من الكيس سنة 2012 حاصل مصيعة نحن ساحبينها من الكيس 2022 هاي الماضي ساحبينها من الكيس 2022 على الأساس إن عمال رسمية دائما للبناء وشان الصوع التعسف نعرف انه بعد وعد الله سبب انين طيب مشوا للرئيس. طيب هو في سنة 2022 طبعا تم تغيير ادارة الميناء، في هذه الفترة ادارة الميناء قررت فصل 2000 عامل والابقاء على 500 فقط كعمال دائمين وقالت عن هذه 2000 لا تفتح قدامها شيء، قالوا الاختيار الطوعي اللي يبقى يمشي لها يعطى له مبلغ معين اعتقد انه مليون ومئتين واللي ما بقى يشتغل لا ينفتح له باب محدود وته العمل الى جاء بعض يعني ما هو عامل دائم كعامل مؤقت والله ولكن في سنة اغلب العمال رفض هذا الامر والله رفض في سنة 2022 24 اكتوبر والله تم طردكم بشكل نهائي من الميناء الصداق ولم يعود يسمح لكم بدخول ما نظر من ذاك النهار مشينا فصلنا من ذاك الميناء وفضنا الشارع خلنا جايين الصان عمال وندروا حقوقنا عند الدولة وفات الدولة قالوا انهنين قبل انها الخطة اللي تعدل للحمالة كلها تطيق 500 وترد الله على صفتها ترجع العمال عقب تلك القضية. طيب اسمح لي انتم هولة يعني ينخلق ذا الموضوع من اجبرتم من الجهات الرسمية وش قالوا لكم؟ ما اجبرنا اي جهة رسمية على الحل ننخلق هذا ما اجبرنا اي جهة رسمية مريتوا ما رينا شيء تصلنا بنين وعدل البروتوكول خلق قاموا نين خلنا أتكلم عن البروتوكول أنا أتكلم عن نين توما نين فصلتوا والله قالت لكم إدارة الميناء عن هذه 2000 رقاش أنا لا يتفصلها اللي منها قاع اختار المغادرة الطوعية وحده مش حلت مشكلته اللي رفضها من تكلمتوا معاه من جاكم من ناقشتوا معاه مسألتكم خاصة أنتم كما عندكم تواقط واضحين والله اتفاقية بروتوكول وعندكم تواقط أيضا كنام والله وغيره من الوثائق لين نصعنا بالميناء أخونا جاي من أخونا كانت فهم نخبة شبابية أن هي تتكلم عن العمال وأن هذه تحل مشكلة العمال وأن هذا بار ما يحيز عليه وأنه قاع ما يلحقها كرفور ناس وأنه الدور اللي رجع للعمل تعود العمال وعوض لها الفتاة وعوض لها والله إن أعطاها نظام جديد ما هو ذي النظام اللي نعطاه لها عود فهم يد ثانية للعمل تعود تنشبر مع ذلك العمال الدائمين اللي قبلهم ويعود العمل ذاك اللي فهم في الكور يعود هذا الاشتراكي هذا قد العمال ترجع عليه قبل أن قال لهم ذاك ما خلق منه قبل أن يخلنا قاموا جماعة منا وتبنات الموضوع اتصلوا به رجال الأعمال اتصل به السياسي وقبلها وقال لها أنك 1,200,000 ليجروا عليها 500 أيوة لكن فهمت وأنهم اللي يطرحوا عند لهم اللي يعود 1,700,000 وأنهم اللي يعدل دور تمشي الناس والناس حقيقة ضعاف ناس ضعاف بالعمال كانت ولا عندها عيشة شمو شي تحصل بعضلات قبل ذاك 1,200,000 داروا عليه 500 وقالوا انها منحة من الرئيس داروها على الرئيس انها منحة منه انه عطيها للعمال انها ما هي دفاع وانها لا منحة معدلة سيد الرئيس للحمال طيب اكفهم طرحوها في قندهار هذي وتبناتها شي من العمال وقاسوها يا للأسف زملائنا قلنا لهم انه عدلوا اتفاق راعي موجود وفي البند الثالث انك انت تستلم 1,700,000 ما كان عندك حق مستشفى تراب ولا ادارة الميناء طيب اذا جزء من العمال وقع هذه الاتفاق الجزء الثاني من الموضوع اللي هو 1,700,000 وقبضوه وغادر والله وياك اللي وقعوا بس منهم العمال ما فهم وكاله شرعيه معطيه ولا فهم مندوب عام نقابي ولا فهم حد عند الله عمال كانوا بسطاء قبضتهم الدوله وعدلتهم ذلك البروتوكول وشبروا عليك الحاله وانكروا عليك الحاله والله ارتشوا عليك الوضعيه وعدلوها وعدلوا المحضر الاتفاق في وزاره التجهيز والنقل والصبحية اللي وقع فيها في الليل من عاد مع صباح عشان احنا عدنا وقف عند وزارة التجهيز والنقل واجبرنا الامين العام للوزارة وقلنا دخلت عليها انا من الجماعة معي صاحبي وتمرنا ان ما انا ملزمي بتوقيع هذه الجماعة انها ما يموقع ان ما اعطيناها وكالة شرعية توقع عنا وان ما انا ماشي طوعي ودبار ما انا فيه وذي الاتفاق اللي وعد لرانا ما انا داخلون قالنا ما انا ما انكم ملزمي به حد قبل ملزم به وحد ما قبل ما ملزم به طيب إذا العملية جاءت على 3 مراحل المرحلة الأولى هذه 2000 فتحت أمامها المغادرة الطوعية طوعية ومشاهدت منها 592 592 العمل ماشي هذا طبيعي قبل المغادرة الطوعية والله بقيت 1,500 تقريبا هاي 1,500 تقريبا جاءت مرحلة ثانية وعطات 1,700 وغادر جزء منهم
الله. تقريبا كان عندك تقديرات به؟ تقدير ما انا والله ما عندي تقدير غير بعد اصبح مشيت في 400 والله 500 والله 600 خلينا نقول 500 اي والله 600 بقى تقريبا 1000 هي اللي رفضت الاتفاقيتين السابقتين اللي هو المغادره الطوعيه وبقات الان هذه ال1000 شنو هي وضعيتها الان؟ وضعيتها مثريه لها السنه و17 تشريه قبل الشارع وفي الحقيقه يعني تعاني من جميع المراحل تعاني من المرض تعاني من صعب الحياه ولا شيء ذاك يدل منها واحد يمشي غير بعد نحن عازمين ان منا قبل ذاك دبار به اللي قال لنا دبار اللي 2500 اللي تمشي الجماعه اللي معادله الاتفاق اللي تنعطاها وداديه والعود عمال احتياطيين ونعطاهم نظام ثاني جديد تعد لهم رجال الاعمال في الميناء وتعود كانها عمال كانت رسميه صفحه عمال جورناليه مقبضه جورناليه ذاك اللي قعدنا احنا في به اللي عندنا دي الوثيقه وقعدنا في البروتوكول انه لان به اللي البروتوكول هو الوثيقه الاساسيه اللي عندنا ولين تخلوا عنها تصبح كاردينا لان احنا مازلنا هون حابسين عليه كنا مشينا يصبح البروتوكول مات عنده مفعول قلنا طيب. ان لين عاد عندنا الوثيقه وعندنا حصلنا على الرسمي في الميناء ماتنا بقول لي خسرهم 1,700,000 ونمشوا به اللي ما معدلش فبغوا صديقان وزملائنا واليوم رجعوا راعيهم معنا في الميدان يوقفوا معنا كل نهار عادوا في الميدان. طيب من دركانكم كيف قلت لك من دركانكم لقيتوا جهات رسميه في هذا الموضوع انكم انتم رافضين والله هذا الحل وبالتالي ان شاء الله يعدل سبحان توقيع الاتفاق قلت لك جينا الوزاره ورفضناه عند الوزاره اللي موقع فيها وزاره التجهيز والنقل رفضناه ان صبحاية تمنين جينا دخلنا للمفتش قال بعنينا المفتش اللي معدل القضيه وقال لنا هذا ما مصدقائي قلت له انا ما انا الله ما مصدقائك هذه الجماعه اللي رافضه التوقيع اللي وعدت الجماعه به اللي ما عندها وكاله عنا شرعيه ولا وكلناه عليه توقع لنا الاتفاق بلي الاتفاق مزري والاتفاق في البند الثالث انك تستلم 1,700,000 ما كان عندك حق في اداره ولا سيشه تراب ولا جهه اخرى ولا نوع من الصعود التعسفي معدل المخالق من انا ياكل 2000 تفكك وتبقى ادارتي وتبقى ما فما هذيك 500 اللي انقبضت رسميا. طيب اسمح لي هي اداره الميناء لماذا تلجا لتخفيض العدد العمال؟ من دركانها ما هي محتاجه للعدد من العمال. والله تكلفته كبيره عليها تحليلك انت لها لماذا تلجا تحليلي تكلفته تعود ما هي كبيره وكبيره بهي العمال عاد 2,500 حمال وعاد فم تريمست وعاد فم كنام التامين الصحي. ياك فهمت؟ وعاد فهم عمال على المستوى والضمان الاجتماعي وعاد هذا لابد انه يخلق عنه تعويض سنويا للكيس وتعويض سنويا لاداره كنام. على الاساس اللي شافوا هذا نظام العمال ما قدروا يرسموا ونحن اصلا كانوا معطلين وفي نفس الوقت قابلوا لنا سيلير دارين لنا سيلير 30,000 هم اللي يعطون عليه تريمست هو الراتب وفي نفس الوقت الراتب ما نسحبوه ما هو خالي لا يجوا لك بلتيه انك تخلص 30,000 وانت مالك جابرها تقبض عليها تريمست انك عندك راتب 30,000 وانت ما عندك منه خمس وقيات. انت ما عندك راتب؟ محال. انت ماذا تحصل عليه؟ تحصل على الضمان الاجتماعي والتعويض اليومي فقط. والله لا تعويض اليومي نشبر اليومي نشبر وخلاص والله لا حصلت الضمان الاجتماعي. ما فهم راتب ثابت فما لا تعويض اليومي لا تعويض اليوم. يعني نحصل هذا عقبة العمال قالت انها القضيه انها ما هي قابله. وقالت انها عندها الحق انها عمال رسميه ولا عندها الحق. مشات تصير عمال ودليت شارك البروتوكول الاتفاق العدل يا للاسف وشافوا في قدر من زملائنا وقلنا لهم انهم خلوا عن يا للاسف ما يسمعون تباركم معي شد حقولهم ويقولوا لهم الذي من حكان ولا يسحبوا بشاتهم ومن يفطنهم اللي يعطوا البشات انهم عاد ليعود المغادره الطوعيه قالوا لهم خلوا عنكم البشات من يعطوهم تعالوا قبل الفضل وقفوها ان لا من حاطيها سيد الرئيس وانها ما اتفاق واليوم خرطوا فيها وقفوها واليوم رشوا عنا على الميدان وقالوا انهم مشوا انه هاي النهايه الاتفاقيه الزايفه انها شافوا فيها انهم دخلوها مخدوعين فيه ومعنا اليوم حاله في حرس الميدان وذاك النهار نحن قابلين الشارع. طيب ثم الان شنو هي مطالبنا كالتالي جهه رسميه احنا سؤال جهه رسميه ما ريناها بلي نحن كل عام يوم اثنين عند وزاره الوظيفه العموميه ويوم الاربعاء ساحه الحريه وهذا قطعنا لنا في سنه و17 نحن ما رينا حد اذا وزاره الوظيفه العموميه ما مشات لنا باط فلان طوي يعرف عندنا شنو احنا اللي ندور ان احنا عمال ما عندنا موتيف مصيع عليه ما عندنا معدلين اجرام مصيعين عليه وفي نفس الوقت ان عمال رسمي وحصلنا على نوع من الوثائق وفي نفس الوقت نحن ما لنا جابرين كلمه من الدوله ان كان عندنا الحق والله ما عندنا الحق وينذار ان لا نمشي مشي التعسف ونجوعوا ونكوعوا ياكلنا نقول لك 1,700,000 ولا قبل من احد يكون تحت ضغط المرض والله ضغط مسكين الحاله الاجتماعيه الظروف الاجتماعيه حق مثال تقريبا تطعد 700 والله 600 من الحماله صار منه ما يقابل المقادره الطوعيه. اذا
باب التدقيق. الباقي حتى الآن من هذه 2000 هو حدود 700 والله 600 تقريبا من العمال الذين لم يوقعوا، الباقي يتم تسوية قضيتهم بطريقة أو بأخرى. البقية أصبحوا الآن رافضين وغير رافضين، لكنهم في النهاية تم تسوية قضيتهم وفق نظام المغادرة الطوعية. هي قبل من هذه 600 والله 700 الآن شن هذول الدور الآن مطالب الآن شن بشكل محدد؟ 700 800 لهالسنة و17 مفصولة عن العمل إفصال تعسفي. الدور الفترة الزمنية اللي انفصلت عن العمل تعوض لها إن أعطاها تعويض بهذه عمال رسمية مفصولة ظلما وعدوانا يرفع عنها ظلم. ترد للنظام اللي كان معدل له والرئيس كان لائحة موحدة كلها تالف صاحبه ولا في اللي قابل صاحبه يطلع ياكل يطلع ياكل. الحال مستمر والميناء مفتوح والميناء الحال لا مقبرة بهذه إدارة سيفتراب كان اللي يدخلها يوميا. اليوم هذا من ساعة صحة العمال بيلي انفضل ذاك الكور، الكور كان يدخل يوميا شمل ملايين خيالي على روسي الحمال كانت تتشيد ذوك الحاويات تيجيهم ذوك السيارات. وهذا من اليوم اللي مشاو العمال انفضل ذاك الميناء ونين يجي يضر وكانوا عايش فيه كل شيء، واليوم ونين يجي حتى الكلاب عاشوا فيه فرقوا به اللي مات لسيه ما هي مقبرة. أم العمال قاعد فمثل حد قد مستفاد بالميناء ما كان مستفاد، هو كان قاطب 5660 حمال كل شيء يقبل رزقه يتماشي ولا فيه هنين متضايرين. لكن الأساس من هذا المنبر أن مطالبنا كالتالي، أن السنة وأسبع تشتر نحن عمال مفصلين عن العمل من دوره تعويض الفترة الزمنية من دوره توحيد لائحة تعود لائحة موحدة اللي كانت عندنا أن كنا نرفع لائحة موحدة من دوره التأمين الصحي وعمم علينا والتأمين العائلي ومنا لحق السنة التقاعد وقاعد من دوره يفتح لنا الميناء يفتح لنا الكور يفتح لنا الميناء اللي كان موفرنا فيه لقمة العيش تفتح لنا ونواصل فيه العمل يفتح لنا ذاك الكور وتفتح لنا الصالة نرجع للنظام اللي عدلنا وللرئيس. هذا هو اللي ندور. طيب ندور شيء ثاني. مدرك انكم اتصلتوا بجهات نقابيه ياك تقوم معاكم في ذا الموضوع؟ والله لم اتصل بجهات نقابيه، عندنا هون نقابتين تحتهم، واحده سالتم واحده نقابه سيشة ام ولنها وان قطع من الزمن سنه و17 نحن تحتهم غير النقابات بادل مجهود بالنسبه لسالتم بادل مجهود غير في نفس الوقت ما يشابر الحوار مع الدول. هاي شابر حوار مع الدور على الرئيس وطالبين بعد الدولة انها من المنبر ان السيد الرئيس ان يحل مشكله الحمالة العالقه انها عمال ضعفاء ومن فيه الهشه وضعفاء ولا عندها عيشه بي كانت ماشي تحصل يوميه واليوم عادت في الحاله المزريه لها سنه و17 قابل الشارع يلا يسوي وضعيتها ما هي جانبيه عمال ودور لا تعيش به وطنها ما عندها بلي ما عندها بلي ما عندها بلي شيء ثاني. خليني مثلا تعطيني تفصيل، انتم تقريبا كم كنتوا تجبروا يوميا يعني متوسط اللي يجبر العامل؟ والله العامل سليرو فهم يوميا كان شفت العامل سليرو 4500 تقريبا. والله هي سلير العامل يوميا يا غير تجي العامل على سمال تطلع القالب تجبر فيه قلت تجبر منه شو؟ 100 الله تجبر منه 100 200 تجبر منه 300 به اللي يتكرر العمل الدوام به اللي كانت البواخره تجي تعودها في 30 سنه 30 طن من السكر وتمضي سبعه ايام وهي تفيد بها الرجال ويستفادوا على اثرها. افادت يا غير سلير بعد اللي معدل لنا احنا اعطونا جبروه معطينا ب 18150 فهمت؟ والسلير قبال تجبر الوتر تطلع منها تجبر منها سليرك 4500 هي سيارتك انت الشخص الواحد. وهذا يوميا تجي تداول تجي تتكرر مرات تجبر من تليفادها قطعا. وهي الصيفه كانت عايشه به الحماله وعايشه بعد ما شاء الله مستفاده قال لك انا لا نظام ولا عدل النظام استفادت على فرضها كان. طيب اللي عاد طيب هو ما في اداره للشغل ما في جهه تشتكوا لها مثلا قضائيه ما في جهه معينه ممكن ما نطلب قدامها باللي ما ريناها بيلي نحن نظرك تحت الوزارة هاي قانون فيها مكتب فيها مدير العام للمكتب الشغل إدارة الشغل هاي إدارة الشغل ونحن ما رينا حد منها بعض يسوينا عش دركانكم جيتوه والله جينا حد طلعنا في التانى وصاحب جينا أنا وصاحب اللي طلعنا المستشار القانوني اللي في الوزارة أيوه السنة الشهر دورت عود العاشر والله ذا وجينا من الساعة العاشرة وتمينا قعود ثمين على الساعة ست وسجلنا اسمنا في القائمة قعدنا في غرفة الانتظار سجلنا اسمنا في اللائحة ودخلت عليه يا غالب ما قد يجابر معنا ما قد يجابر معنا لا عرفنا ذاك سبب وشنو في نفس الحالة ما أنا جاب الكلمة من الدولة ما جانا حد وقالنا عندكم فيه الحق والله ما عندكم فيه الحق والله بولي ما وثقنا عن خدمتنا وحسبنا على المنطقة لفترة الزمنية اللي نشتغل في الميناء احنا الميناء خادمين ومنا فينا الرجال اللي خادمتهم من مزال يشوف الأبراج في الميناء وفينا الرجال اللي جاتوا اللي 30 سنة و 40 سنة في الخدمة وزمن كفيد الناس توقف الساعة 6 نحن نباتوا الليلة 12 ساعة في الميناء يستقلوا الليل والنهار فانت كثر يسمتين لعل من يخلق عزل التمويل للدول لو كنا شاكين وشرايك انهم بدلا ما يكرمونا والله يشجعونا ما يعودوا معادلون الصوع التعسف
هذا اللي طيب عدل. طيب هذه 500 ولا 600 عام، تقريبا من حدود 600 الى 700 عام، تقريبا الان ما زالوا وضعيتهم والله وضعيه ثابته، والله وضعيه ثابته لائحتهم موجوده عند نظرت فيها يعني شنو وضعيتهم؟ يشتغلوا، ما دخلوا يشتغل الحياه الاخرى العاديه، يشتغلوا والله عاطني على العمل، عاطلين عن العمل. شو السوق هون ما فيه العمل، فيه الا الاجانب هم اللي يشتغلوا لكن في السوق ما خالق بوتيك ولا مقاصينه، ما عنده دفدم ذو الاجانب، وعاد المواطن قابل الشارع وخلاص، لا عندهم شيء عايشين فيه، شو منهم ما مشوا برا، اعطاهم لنا مشوا برا وتوني فرع مده وخلاص، من بعدهم شيء رسمي. انا هذا اللي نقول لك لي سنه و17 اشهر ما قضيت زاويه عمل اللي باللي قعدت، وانا كنت السيد اليد العامله هو منظمها فهم ومستفاد ومترحم وعايش، وذاك النهار اللي قادر تاكل منها وانا ما قضيت استفدت من شيء، حصل انا بعضلاتي اللي بها قعدت، به اللي ما فهم شيء، به اللي السوق ما في شيء قادرين ولا شان ولا في شيء. طيب السوق ما في، ما في العمل، ما في ما في العمل، فيه لا فيه لا المقاصين، والمقاصين كل مقاصين عندها جماعه قابلتها ومدور عليها وقاعده عندها وخلاص، وهي اللي عندها تسيرها وخلاص. نعم بلي كنا نشتغل به شغل المينا، ما هو اللي يشتغل به هذا اللي تعرف لك المينا اضعافهم اضعافهم حتى على ذاك الاساس الناس قاعد ما متعلمه، تعرف متعلمه لا بذاك المينا كانت مستفاده منه وتعي عايشه منه، عايشه منه الناس كامله، ما في احد يقول لك المينا ما كان عايش، اليوم اصبح مقبره ويصبح فيه شيء يسوق شنو، لين شيء حد يشك لا مقط قال، وميناء نقطة حيوية كان عايش من العمال، يا الله ما يفيش على الأساس أنه بعد أنه نعرف أنه ظلم، كان ما فهم ظلم، نعود فتنة قبلنا المقادرة الطوعية قال نعرف أنه ظلم في القضية، فيه اللي حصلنا على قدر من الوثائق أنه رسميين، وصعنا التعسفي ما أنه قابلين طالبين الصدولة أنها تحل مشكلتنا، أن عمال بسطاء عندنا شنو العيال عايشين عليه، ولا عندنا شيء قايسينها، ولا عندنا حركة دعمتنا، ولا عندنا حزب، عندنا لا الدولة ومع لا الدولة، وعندنا لا برنامج السيد الرئيس، وطالبين من يحل مشكلتنا. شكرا جزيلا السيد الأمانة ولي أحمد طالبين من يحل مشكلتنا. تفضل أكمل. طالبين أن يحل مشكلة السيد الرئيس، أن يحل مشكلة الحمالة العالقة، أرى هو قال ضعيف ما عنده مستند، ما هو والله الحكومة، نحن بعد رانا أن السنة و17 أشهر قابلين الشارع، والآن ينعدوا الشخاص اللي الحمد لله عندنا في السن من الرشد اللي ما تنقدر نعدوا الشخاص. هذا صنع وقفات مستمرة واحدة عند الوظيفة العمومية يوم الاثنين وينور على ساحة الحرية، وهذا دايم، ونحن ما أجبرنا بعض، حد يقول لنا أنتم عندكم الحق وما عندكم الحق، حد يعيط لنا ويفاوضنا، إلا عاد عندنا الحق يعطينا موعد يبين لنا واللي ما عندنا الحق باللي، يا غير كنا نعود عمال نحن ما رينا شيء، ما رينا شيء، الدولة ما قالت لنا شيء، ونحن مصيع ظلما وعدوانا في الحقيقة، ونحن مواطنين ولا عندنا شيء عايشين به، كنا ما النقطة الحيوية اللي نمارسوا فيها الأعمال الشاقة، معناه ان ننقص الاعمال الشاقه، حد يا الله يوفرها لنا ويخلي لنا ثابتين، كان نعيش عشوة طيبه اللي فيها خدمه للوطن وهي خدمه للمواطن، لو عايشه فيها من البشر، هاي 2000 حمال موصله وكله عنده 6 اشخاص ولا 7 يعيد عليهم، هذا اسهل من البشر. شكرا جزيلا للسيد الامانه ولي احمد منسق العمال المفصلين من ميناء الصداقه، شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا في هذه الحلقه. الله خيرا. مشاهدينا الكرام اقول اليكم تحيات فريق البرنامج والى حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.